أهلا، ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذن هناك اعتقاد في إسرائيل أن فرص التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى باتت ضئيلة. لماذا هذا الاعتقاد، وكيف تتحضر إسرائيل لسيناريوهات كما تقول في الشمال ومناطق أخرى؟ يعني بالأمس أجل أو ألغى نتنياهو جلسة للكابينت الإسرائيلي، وعوضا عنها عقد جلسة مصغرة مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأيضا مع وزير الأمن الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. الاعتقاد بحسب الإعلام الإسرائيلي أن هذا الانطباع انطباع أن الفرص فرص التوصل إلى صفقة التبادل ليس فقط عند بنيامين نتنياهو، بل أيضا عند جميع من حضر هذه الجلسة. وعليه بالأمس كانت هذه الجلسة قد خصصت على ما يبدو لدراسة أو لوضع الخيارات الإسرائيلية في حال وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود، وهذا ربما ما يفسر الحديث عن ضرورة الاستعداد إلى الجبهة الشمالية وزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اليوم إلى الحدود الشمالية وحديثه عن أن الجيش يركز في هذه الفترة على القتال مع حزب الله، إضافة إلى الاستعداد لسيناريوهات هجومية على أراضي العدو، وهذا يعني هجوم أو اجتياح بري للجنوب اللبناني في الفترة المقبلة. ربما إسرائيل تعتقد بأن الفرصة ضئيلة في ظل يعني تعنت بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا. وهيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر مصري بأن تصريحات ومؤتمرات نتنياهو هي التي دفنت الصفقة وصفقة تبادل الأسرى. والاعتقاد حتى لدى الإدارة الأمريكية بحسب الإعلام الإسرائيلي بأن فرص حدوث هذه الصفقة ضئيلة جدا، على عكس ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن التفاهمات أو حدث التفاهم على 90% من القضايا ما بين الأطراف. أيضا هناك حالة من التشاؤم لدى الإعلام الإسرائيلي لهذا اليوم الذي ينقل عن مصادر إسرائيلية ومصادر أمريكية وأجنبية مطلعة على هذه المفاوضات، وفي ظل تعنت نتنياهو بشأن محور صلاح الدين والانسحاب من تلك النقطة وقضايا أخرى، يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن يعني اشتراط حماس على الإفراج عن نفس العدد، عدد الأسرى الفلسطينيين، بغض النظر عن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين بقوا على قيد الحياة. في الصفقة الأولى كان الحديث عن مفتاح مقابل كل أو العدد الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير أو أسيرة إسرائيلية، ولكن حاليا حماس تشترط الإفراج عن العدد الذي تم الاتفاق عليه أو الذي تم طرحه في الفترة الماضية بشأن أصحاب الأحكام المرتفعة المؤبدات أو حتى الأسرى من المحكومين بسنوات مختلفة في داخل السجون الإسرائيلية. ربما الأمور تتعقد في هذه الفترة، وهذا ما يفسر تأخر الإدارة الأمريكية عن طرح المقترح المرتقب في الفترة المقبلة. كانت الاعتقاد بأن هذا المقترح قد تقدمه الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع، الآن التقديرات الإسرائيلية بإمكانية عرضه غدا أو بعد غد. ربما هو يعني يحاول أخذ شروط بنيامين نتنياهو بمحمل الجد هذا المقترح، وكانت قد أشارت تسريبات إعلامية إسرائيلية في الفترة الماضية بأن هذا المقترح قد يتطرق إلى وجود إسرائيلي محدود ما بين معبر رفح وكرم أبو سالم، أي على نسبة ضئيلة من محور صلاح الدين، مقابل الانسحاب بشكل كامل في المرحلة الثانية من الصفقة. ولكن في ظل هذا التشاؤم في إسرائيل، ربما إسرائيل تستعد في هذه الفترة للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، من بينها محاولة حسم ما يجري حاليا على الجبهة الشمالية ومحاولة إعادة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في تلك المنطقة، ومن جهة أخرى يبحث الجيش الإسرائيلي عن تغيير في تكتيكات القتال في داخل قطاع غزة، وهذا ما أشارت إليه هيئة البث تحديدا في القتال الذي يتعلق في داخل الأنفاق والخشية من إيذاء
عدد من المحتجزين الإسرائيليين في ظل الاعتقاد بأن غالبية أو عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين حاليا يتواجدون في الأنفاق وليس فوق الأرض، على عكس ما كان في الفترة الماضية عندما وصلت إسرائيل إلى 4 أسرى إسرائيليين في مخيم النصيرات، أو حتى غالبية الجثث التي عثرت عليها إسرائيل عثرت عليها فوق الأرض. ولكن عندما قتل الأسرى 6 في الأيام الماضية وجدوا داخل نفق في منطقة رفح، وهذا ما يعزز الاعتقاد لدى الجيش الإسرائيلي ويحاول البحث عن تغيير قواعد أو تغيير التكتيكات في داخل قطاع غزة خلال القتال في داخل الأنفاق. أشكرك جزيل الشكر، مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد جرادات.